الهدف من هذا المعرض عرض التراث اللامادي الشركسي ضمن الإطار العام للتراث السوري. الهدف منه أيضا الحفاظ على هذا التراث واستمرار ديمومة هذه الصناعات التقليدية من مشغولات يدوية، من مطرزات يدوية، من صناعات غذائية خاصة بالأخوة الشركس على عموم الجغرافيا السورية. بنحاول نقدم خدمات للناس قدر الإمكان. نسائنا تاريخيا معروف عنهم بتقانة العمل اليدوي، والزركشة جاي من كلمة يعني مشركس، يعني أو مزركش، هي أصلا مشركس، يعني كانوا نسائنا هنا اللي بيشتغلوا هالنقوشات، ولا هذا كله بالمناسبة كله شغل إيد، ما في شيء جاهز، هذا كله شغل سيداتنا وصبايانا. هذا المعرض نتيجة دورات يعني 6 شهور تقريبا، وعملنا كروشيه وسنارة وعملنا طباعة وعملنا أكل أكلات شركسية خاصة فينا، يعني كمان علمناهن عليها. صلي يعني شيء 10 سنين 11 سنة بشتغل بهالمعرض مجال. أنا بخيط بالأساس وبعدين صرت أشتغل أشغال يدوية، كروشيه وأتمين ويعني في شغلات كمان مثل أراني وأراتي تكايات هيك. بسوي إكسسوارات، مشاركة بعدة معارض، الحمد لله يعني شغلي موفق.